للأسف الفترة الأخيرة زادت الاعتداءات على المقدسات في القدس، وبالذات الفترة الأخيرة على المسيحيين اللي بيجوا الحجاج المسيحيين اللي بيعملوا طريق الألام ضرب الصليب. في كتير من اليهود المتطرفين اللي هم المتدينين بيجوا بتفوا عليهم، بمسك عليهم، بسبوا عليهم، وبتفوا على الصلبان، وبتفوا على الرهبان، وبتفوا على الخوارنة وعلى الرهبات. وقبل شوي شفت بعينك كيف هم واحد من المتدينين تفع الكنيسة هون قبل 5 دقايق واعتقلوا الشرطة. أنا بعيني شفت يمكن بالعيد هذا يعني بخلال أسبوع فوق 100 مرة 100 اعتداء إذا مش أكتر بالفترة العيد تبعهم. قبل العيد كان في اعتداءات دائما متواصلة ولكن أقل من هيك، ولكن ازدادت الاعتداءات في العيد، وكان في عليهم إنه بيطلع من هون زي ما بنشوف احنا هون بيجوا كل الحجاج المسيحيين الكاثوليك بيعملوا من هون ضرب الصليب، وبكون حاملين الصليب بشتموهم وبتفوا عليهم وبتفوا على الخوارنة اللي معهم، بتفوا على الرهبات اللي بيكونوا موجودين معهم. والشرطة بالفترة الأخيرة صارت تتحرك تتدخل في الموضوع هذا، وتم اعتقال اليوم 3 أشخاص، وامبارح اعتقلوا كمان أشخاص، وإن شاء الله بتكون هاي آخر الأشياء اللي بنسمعها للأسف المؤسفة بالقدس. هون عنا موجودين في بداية طريق الألام في المحكمة هون محل ما انحكم المسيح، وكل مسيحية العالم تيجي من هون بتبلش طريق الألام حتى قنص القيامة.